في امريكا في اوروبا شعوبهم ضدهم، شعوبهم ضدهم. الذين ضدكم هم حفنه صغيره من الفاشلين، حفنه صغيره من المجانين، حفنه صغيره من الذين سيسقطهم شعوبهم. سننتصر في هذه المعركه التاريخيه، لن نستسلم، لن ترهبنا خط تلوح. نحن نستهزأ بصواريخهم، انها خط تلوح، هذه صواريخ خط تلوح. الليبيين يضحكون، الليبيين يستهزئون. نحن سنهزمهم باي طريقه كانت، اذا كانت بالمدى القصير سنهزمهم، ان كانت على المدى الطويل سنهزمهم. نحن مستعدين للمعركه ان كانت طويله او قصيره. اقوى دفاع جوي، اقوى دفاع جوي هي جماهير، اهي جماهير القذافي في وسط الجماهير، هذا الدفاع الجوي. مظاهرات في كل مكان في الكره الارضيه تؤيد الشعب الليبي ضد هذا العدوان غير المبرر، عدوان مخالف لميثاق الامم المتحده، عدوان ظالم سافر من حفله من الفاشيين سيضعهم التاريخ في مزبلته. ايها الشعب الليبي العظيم، انك تعيش الان ساعات مجيده، هذه هي العزه، هذه الساعات المجيده التي نحياها نحن الان. كل الشعوب معنا، نحن نقود الثوره، نحن نقود الثوره العالميه ضد الامبرياليه، ضد الطغيان. وانا اقول لكم، انا لا اخاف من العواصف وهي تجتاح المدى. انا لا اخاف من العواصف وهي تجتاح المدى، ولا من الطيائير التي ترمي دمارا اسودا. انا صامد بيتي هنا في خيمتي في المنتدى، انا صاحب الحق اليقين وصانع منه الغداء. أنا هنا. صامدون هنا، صامدون هنا، أقوى، صامدون هنا، قرب هذا الدمار العظيم وفي يدنا يلمع الرعب، في يدنا في القلب غصن الوفاء النضير. صامدون هنا، صامدون هنا.